مريم يا ماما يا ام. ازيك يا هيله؟ وحشتني. وحشتك. طب اديني واحد كونياك دوبل. كونياك دوبل؟ مش تبقى ناوي على الشر. بالعكس، ده انا جاي وانا قصد كل خير. كده؟ طب خير. فين يا حيله؟ انا هنا يا ابن الحلال. اتفضلي معانا يا سكتلون. ثانية صابر ولسه صابر. خليك صابر على طول. بقول لك ايه؟ نوال. يوه، هو انت؟ ما عرفتكش من البهدلة اللي انت فيها. ما كفاية تقطيم بقى يا نوال. أنا غلطت ودفعت ثمن غلطتي. وجاي بقى تجر ناعم ولا تقول شكل للبيع؟ أنا جاي أقول لك حاجة عليا. خاين وحرامي لكن أخلاق. ما كفايه بقى يا نواعم. انا ما جيتلكيش غير بعد ما اتبهدلت واتمرمطت وعرفت قيمه اللي انا كنت فيه. كده بس انت وحشتيني قوي يا نواعم. قوي؟ كنت بتفتكرني في الزنزانه وانت نايم على الاسفلت. سنتين طوال ورات كنت بفتكرك كل ليله يا نواعم. وانتي ما افتكرتنيش؟ افتكرت غدرك بيا. وهو انت اللي عملتيه فيا ده شويه؟ أنا أقدر دلوقتي بإشارة من صباعي أخلي اللي يضربك كل يقتلك كمان. وهون عليك يا نوال؟ معرفش. معرفش راح فين. وما جاش يسلم نفسه في ميعاد المراقبة. يعني معناها هيروح السجن تاني. يمكن حصلت له حادثة. ما ردش عليه. يو يا إما شاف بشوفة يا ماشي في الطريق البطال. يا لهوي يا شيخة صفر فوقك يا بنتي. قولي لي طول الفترة اللي فاتت كان في حد غيري؟ انفر باليومية كده، لكن ما عينتش حد على درجة. على فكرة أنا جايلك بقى ودماغي كلها أفكار، هتكسبك دهب وهتعوضك عن الأيام اللي فاتت. أفكار إيه يا أبو الأفكار؟ يعني هيكون إيه غير المحل والعيادة؟ شغل الجملة يا صغيرة. أنا اتعرفت في السجن على معلمين كبار، كبار قوي من بتوع الصنف. بدل الحقنة والاتنين والكلام الفارغ اللي ما يجيبش تمنه. يعني هرب من المراقبة ومن يعني كمان؟ هدي نفسك يا بنتي. الغايب حجته معاه. أنا أول عليا يكون كرامة حاجة. أول عليا يكون معاه. سامي يا أختي ما تقوليش كده. يا ستك يا ستك يا ستك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. قالوا كان بيحبني. يا لهو ذلك يا لهو ذلك يا سامية. قالوا لي صدقته. شوف المعلمة جاهزة ولا لسه؟ قابلتي جاهزة من الصبح ومستنياك انت والمعلم قرنفل. بقول لك ورد يا ابني ورد. يو يعني مزروع في جنينة؟ جرايه يا راجل ما كله بريحة. طب يلا بينا الشغل وجب. ماشي يا عظمة هنشتغل.